تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، قامت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بزيارة لكل من مركز سترة الصحي ومستشفى سترة للولادة، وذلك لتفقد احتياجات المواطنين من المرضى والمراجعين وممثلي منطقة سترة والاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم الصحية لدراستها وتطويرها بما يصب في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة. وأكدت الوزيرة اهتمام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع البحريني تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز مساعي التوعية الصحية والتثقيف بجدوى الاستخدام الأمثل للخدمة الصحية وأهميتها بما يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم وأمالهم في الجانب الصحي. ممثلو وأهالي المنطقة قدموا عددا من الملاحظات والمقترحات التطويرية إلى وزيرة الصحة والمتعلقة بتحسين الخدمات الحالية، حيث أكدت الوزيرة مناقشتها مع الجهات المعنية وتنفيذ الممكن منها لما يصب في مصلحة المرضى والمترددين على الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن كل الملاحظات جديرة بالاهتمام وستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم دراستها سعيا نحو تحقيقها. اليوم طبعا احنا سعدنا وتشرفنا بلقاء اهالي منطقة سترة، وجاءت هذه الزيارة بناء على توجيهات من سيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تكثيف هذا النوع من الزيارات إلى كافة القرى والمناطق في البحرين، وهذه تعتبر من المناطق الأخرى اللي اليوم بدأنا بالقيام بها للاستماع إلى طلبات واحتياجات. وهنا كان متواجد معنا سعادة النائب المنطقة مجيد العصفور، بالإضافة إلى الأمانة العاصمة ومن المحافظة محافظة العاصمة، وجودهم معنا والاستماع إلى كل الملاحظات اللي هم نقلوها من قبل المواطنين. وهذه الملاحظات تتمثل في تطوير الخدمة في مركز سترة الصحي، ويعتبر هو من المراكز القديمة الموجودة في البحرين، بالإضافة إلى مستشفى الولادة الموجود في سترة اللي يعتبر من أوائل المستشفيات، وهو مستشفى قديم ولكن هناك خطط وبرامج لتطوير هذا المستشفى واستخدام الاستخدام الأمثل لأغراض أخرى، بحيث أنه يلبي احتياجات المواطنين في منطقة سترة. وإن شاء الله تكون لنا لقاءات مستمرة ومتكررة لأيضا الاستماع إلى احتياجاتهم، وهناك راح نعد تقرير إن شاء الله لتقديمه إلى مجلس الوزراء المقر لحول هذه الزيارة والاحتياجات وخططنا المستقبلية لتنفيذها. تأتي زيارة سعادة الوزيرة بتوجيه من صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وهذا يدل على اهتمامه وحرص متابعته على التنمية الشاملة والمستدامة واهتمامه بالمواطنين. أنا من هذا الموقف في الحقيقة أرفع شكري وامتناني لصاحب السمو على هذه اللفتات الكريمة اللي تدل في الحقيقة على سهره وحرصه على راحة المواطنين. يوم أمس في مجلس الوزراء وجه سموه الوزراء لمتابعة احتياجات المواطنين في سترة وجزيرة النبي صالح، وإحنا في الحقيقة نتشرف أن ننقل حاجات المواطنين وما تحتاجه المنطقة بشكل عام، ونحن جدا مرتاحين ومسرورين وسعداء بهذه الزيارات، وإن شاء الله نأمل أن تتوالى هذه الزيارات. اليوم سترة يعني في العدد الهائل فيها اليوم يتجاوز حوالي 80,000 اليوم ستراوي، وفي منطقة جديدة اللي راح تصير الأسكان حوالي 4500 وحدة سكانية في شر سترة، محتاجة اليوم هالكم يعني إلى من الصحة. اليوم المستشفى هذا أكثر من 40 سنة، ما أعتقد أنه من 40 سنة إلى اليوم يوفي احتياجات المنطقة. نتمنى ان الوزيره توصل الرساله الى المسؤولين ان سترة اليوم محتاجه الى مستشفى اكبر من هذا. اليوم شاهدت الوزيره ان الممرات الضيقه وعدد الدكاتره قليل،
ما يوفي إلى أهالي سترة. نتمنى أن يكون هناك مستشفى كبير ومستشفى الولادة ينظرون فيه أنه في يعملون حق الإقامة الطويلة إلى كبار السن.